وكان من أمثلة ذلك أيضا أن الإمام طالب الحق رحمه الله أولا قاموا في اليمن قاموا في حضرموت على لما وقعوا في الاضطهاد وفي الظلم وفي إلى آخره، قاموا على عامل بني أمية هناك، ولما انتصروا على العامل لم يتشفوا منه ولم ينتقموا منه، وإنما قالوا له لك الخيار، إن شئت أن تقيم عندنا فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإن شئت أن تخرج فاخرج وأنت آمن. فخرج إلى صنعاء، وكان هناك القاسم بن عمر الثقفي. ولما سار الإمام طالب الحق رحمه الله إلى صنعاء وواجه القاسم بن عمر الثقفي وواجه مرة أخرى إبراهيم بن الجبل الذي كان في حضرموت وانتصر عليهما، أيضا أعاد نفس الكرة، قال إن أردتما أن تقيما معنا فلكما ما لنا وعليكما ما علينا، وإن أردتما أن تشخصا فذلك إليكما. قال نريد أن نذهب، فذهب آمنين. ووجد الأموال الكثيرة التي جباها القاسم بن عمر الثقفي من أهل صنعاء، فما استحل أن يأخذ لنفسه ولا لأحد من أصحابه شيئا من ذلك، وقال هذه أموال جبيت من أهل صنعاء بغير حق، فعلينا أن نردها إليهم، كما يقول الإمام السالمي رحمه الله في هذا. وطالب الحق بصنعاء حكم بجعلها في أهلها محتشما، لم يأخذ عند مضيق يومه شيئا لنفسه ولا لقومه تعففا منهم، ومن كمثلهم أكرم بهم من عصبة أكرم بهم، كانوا يموتون على ما أبصروا من الهدى ما بدلوا وغيروا.